بسم الله والحمد لله. ربنا اجعلنا حاملين لرايات الإسلام، رايات تدكوا وصول الظالمين بالتمام والكمال، وتقيموا وقولوا بالعامية بهذا الحال، وتنحي النوم من عيون معاشر أمني يحسبون كل ساعة أمني لعبين العالم كله عبر التاريخ كله، فلا يحسب كل سيء عليهم. يعني كل ما برز صوت معين يقول الخدمة تكشفنا جاونا توقونا لقتونا، يقول العام لقتونا مش حقوا معانا باش يكتبونا احوالنا مبادرة أن تولي معروفة ومحاكمة مشكون على أساس حقائق أنتم حكمتم بها، وبرا إذا كان الدنيا هذا مآلكم فلننكشف أمركم، فما بالكم وأنتم في القبور وأنتم الجحيم، فلا في السعير المقيم نسأل الله السلامة من كل آدم قبل يفسد علينا أمرنا مع الله، والسلام على أهل الإسلام.